طب انتوا كشعبه مالكوش دور في مساله تحديد هوامش الربح؟ يعني والله احنا كجمله بناخد من المراكب ب 6%، لما نيجي ننزل في المزادات لو سمحتوا يا جماعه التجار ما يزودوش الهوامش بتاعتهم، يعني يا تاجر الجمله وانت في المزاد والتجار اللي موجودين في المزايده ما نزودش مثلا اكتر من 10% عشان التاجر اللي هياخد هو كمان يعرف يبيع بسعر مهاود، فالمواطن يعرف يشتري بسعر مهاود. لكن هي الحكايه واضح انها متسابه عشوائي، فيبقى هنا فين دور الشعب في التنظيم؟ ما هو بعرض وطلب، يا حسب العرض والطلب. العرض والطلب العرض والطلب ده جملة جميلة بس مطاطة. يعني ايه؟ في حاجة اسمها العرض والطلب واسيبها، وفي حاجة اسمها ان انا عندي شعبة تقول للناس يا جماعة احنا هوامش الارباح نسبنا بتبقى كذا ما بنزودش عن كده، وتلزم. عندك تقريبا اكتر من حوالي في بورسعيد فوق 1300 بياع. ماشي. مش هنقدر احنا مثلا خمس ست انفار شوارع نحكم بلد. مين اللي هيحكم البلد؟ الزبون اللي هيشتري، الزبون اللي هيشتري طالما عامل اضراب السعر ينزل غصب عن اي حد. طيب سؤال. ده الحمد لله ده اللي حصل، وده اللي ريحنا عامه يعني. كويس. بعد ما تنتهي الحمله، يعني حمله المقاطعه دي تقعد اسبوع، تقعد اسبوعين، تقعد 16 يوم، هيجي عليها وقت وهتنتهي، هنرجع تاني على قديمه؟ لا المفروض بقى ان احنا ما شغالين دلوقتي احنا شغالين ان يبدا النسبه تبقى الوضع دوت ما تزيدش تاني عشان نضمن انها تبقى المركب وصاحب المزرعه يتعود على الوضع ده. حلو. ايه الضمانه؟ احنا يعني معلش يعني حتى البيع، حتى بدل ما هيبيع مرتين لواحد في الاسبوع هيبيع خمس مرات. حلو، انا معاك 100%. لا يشتري مره يشتري الثانيه يشتري الثالثه. بص انا مبسوط من الحمله وسعيد بيها واشجع كل هذه الامور بصراحه، لا ضد اي حد جشع يعني، انا تمام. انا اللي بسال عليه هو انتوا هتقدروا تعملوا ضمانات ما علشان السعر ما يزيدش تاني؟ لان هو في نوع هيجي يقول لك كل سنه طيبين بعد ما تخلص. على مين دلوقتي عاملينه عشان بعد ايه بقى؟ أيوة. مفيش حاجه جديد. ايوه ايه بقى؟ ايه الضمانه؟ الضمانه اللي احنا نثبت الاسعار على كده. هتثبتوها ازاي؟ ما انت قلت لي الشعبه ما تقدرش تحكم 1300 تاجر. لا انا بكلمك في الاول، فهي دي بدايه، خلاص الناس فائت. كويس، ماذا بعد؟ ماشي، وما تعملوش كده تاني عشان ما تقرصوش تاني. هم اتقرصوا دلوقتي خلاص. لا، في حاجه كده ناقصه. في كده حاجه ناقصه.